الكهرباء يحافظ على استمرار القلب بالنبض بتناسق وبوتيرة سليمة، مما يجعل الدم يتدفق بشكل صحيح. هذه العملية المستمرة من استبدال الدم الفقير بالأكسجين بالدم الغني بالأكسجين هي ما يبقينا على قيد الحياة. قناة الصحة والجمال، لون جديد للحياة. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج صحه ودين. حقيقه النهارده معانا موضوع مهم جدا. هبدا الموضوع بمقدمه صغيره كده. الزوج بيسال زوجته كنت فين، تقول له كنت عند الخياطه، او مش عارف كنت عند دكتور السنان. هي تساله كنت فين، يقول لها انا كنت في الشغل. الحقيقه بتبقى غير كده خالص، او لو كانت الحقيقه كده بيبقى فيه يعني كلمه الخياطه دي من زمان بتثير الشك، يعني في اي حته كده ولا في السينما ولا حاجه كده، لما كانت الست تقول ده انا رايح عند الخياطه لازم يشك فيه. عشان ما اطولش عليكم، موضوعنا النهارده عن الشك. عشان كده يسعدنا ان نلتقي بالشيخ هشام التبعي الداعيه الاسلامي. اهلا بك يا شيخ هشام. شرف الله وصدرك. والاستاذ عطا رجب مدرب وخبير التنميه البشريه. اهلا بك يا استاذ عطا. اهلا بك يا بنت. اهلا وسهلا بك. طبعا النهارده بعد المقدمه طبعا الصغيره الموضحه للموضوع بتاعنا النهاردة عن الشك، هبدأ كده سؤالي مع الشيخ هشام. شك، هل متاح للست تشك في جوزها؟ هل احنا طبعا اعزائي المشاهدين نخصص النهاردة الشك في الحياة الزوجية عشان هو ده اللي بيعمل مصايب كتير. الشك، هل الست لها حق اللي هي تشك في جوزها، ولا جوزها دي الحق اللي هو يشك فيها، والموضوع بقى ايه، مشوها شك في شك ببعض كده، ولا حرام شرعا؟ الحمد لله رب العالمين، وانا حفتن عليك واقول ما شاء الله انت ذكي، واستطعت ان انت تدخل الحلقه بروح طيبه وجميله. الله يبارك فيك. مع انك انت جاي متاخر، لكن مش لازم، لكن بذكائك بذكائك يعني مش لازم الممت بالموضوع. اهم حاجه الاستاذ مدير القناه ما يكونش يشوف الحلقه. اكرمك الله. هو اخي الحبيب، يعني لابد ان نفرق بين الشك والغيره. نعم. فالشك مذموم من حيث الأصل، مذموم. نعم. لأنه يفترض أن تكون بين الزوجين ثقة. نعم. وعلاقة متبادلة من اليقين والاحترام. نعم. وهذا إن وقع الشك بلا مبرر. نعم. أو بمجرد الوساوس تصبح يعني مثلبة أو عشيبة، الكلام بسيط، تصبح نقيصة في الحياة الزوجية. نعم. لكن الغيرة مطلوبة. نعم. بالعكس، إذا انتفيت الغيرة يصبح هناك خلل في مشاعر الزوجين. نعم. بل هناك خلل في الدين، لابد أن يكون الزوج غيورا على زوجته. نعم. نعم. ولا بد أن تكون الزوجة غيورة على زوجه. زوجها. أي نعم. نعم. أما أن نصل إلى مرحلة الشك، فالشك أمر آخر. نعم. الشك يتعلق بتوهم علاقة غير شرعية وقع فيها الطرف الآخر. وهذا هو يعني الذي ينبغي أن نحاربه. أن نتبين أسبابه. حضرتك إن شاء الله حيتفتق ذهنك عن أسئلة في هذا الموضوع. أسباب الشك، أسباب الشك صح، وعلاجه ده لابد أن يناقش إن شاء الله، كما أتوقع وكما أظن. نعم. أن الأستاذ. نعم. الكريم. نعم. ضيفنا الآخر سيدلي. نعم. بدلوه. نعم. وانا استشعر ان ما شاء الله عنده يعني أكيد الكثير. اكيد انا حاسس ان الدكتور عطا طبعا محضر النهارده موضوع عن الشك. انا بكلمه قبل الحلقه بيقول لي ده انا عامل سكريبت عن الشك. الشك يا دكتور، يا استاذ عطا، هل
زي ما بيقول لنا الشيخ دلوقتي، ايه اسباب الشك؟ يعني ايه اللي بيخلي ست تشك في جوزها؟ ممكن يكون عشان شكله حلو شويه تبدا تشك فيه، تقول للستات بتعكسه، او ممكن هي مثلا هو يبدا يشك لو هي امراه عامله في شغلها وكده، يبدا يظن مثلا ان هي بتتعامل مثلا مع اصدقاء او زميلها في العمل بطريقه، فيبدا يشك في الموضوع. هل الشعور المتبادل او الامور الشك دي متاحه ولا لها حل ولا ما فيش، ولا نسيبهم يتطلقوا ولا ايه بالظبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أتمنى من جميع السادة المشاهدين وأنا وأخي شيخنا الجليل الشيخ هشام وحضرتك نتضرع إلى الله العلي القدير بالدعاء، ويكون عندنا حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى، ويكون عندنا إخلاص للنوايا في جميع أقوالنا وجميع أفعالنا. نعم. فأي أمر إحنا بنحاول إن إحنا نروح عشان نعمله. نعم. فطبعا النهاردة إحنا بنناقش موضوع غاية في الأهمية. نعم. ليه غاية في الأهمية؟ لأن الموضوع ده لما بنيجي نتكلم عن الشك كآفة من آفات المجتمع، وربما تكون سبب رئيسي من أهم 5 أسباب تؤدي إلى الحياة الزوجية بالانفصال وضياع الزوج في اتجاه والزوجة في اتجاه وضياع الأبناء، إذن الموضوع من أهمية بمكان إن احنا نتكلم فيه. نعم. خلينا نتكلم عن الشك في مفهومه كما تفضل شيخنا الجليل. الشك سلوك يتميز بحاجة مهمة جدا، وهي نقص الثقة بين الزوجين أو إحداهما. طيب، في واحد الزوج بيشك في الزوجة، الزوجة بتشك في الزوج، ربما إن الشك ده يكون أصلا ليس له أي أساس، ربما يكون توهم، ربما يكون خلل في الفكر، ربما يكون خلل في العلاقة. نعم. ربما يكون خلل في تبادل الحوار بين الزوج والزوجة. نعم. يعني ليس له أي أساس أبدا من الصحة، وربما يكون حقيقة. وربما يكون حقيقة طبعا. نعم. ده. طبعا. نعم. طبعا. نعم. ربما يكون حقيقة. هنتكلم الوقت عن حاجة مهمة جدا بعد شوية، إن أحيانا الشك بيبقى حقيقة بتوابع الأمر بين أحد الطرفين. بمعنى، نعم، ده كلام كبير يا أستاذ عطا، عايزين نبسطه. أنا بفضل أشك في زوجي أو زوجي يشك فيا في أمور ليس لها أي أساس من الصحة، بتؤدي بأحد الطرفين للوقوع في الخطأ. نعم. بالرغم أن أنا أصلا يعني أنا ماشي كويس وماشي سليم، لكن ربما يكون عندي الزوج أو الزوجة حالة مرضية بتخليه يوسوس لي أن لازم أشك، لأن أنا طبيعتي وطبيعة تكوني كده أن أنا لازم أشك في كل حاجة، أن الناس قالوا لي، أن أنا سمعت. طبعا الكلام ده كله مرفوض. ليه؟ نعم. لان لو اتكلمنا عن مظاهر الشك قبل ما نتكلم عن الاسباب، هنلاقي مظاهر الشك دي ايه. في اسئله تحقيقيه من الزوج او من الزوجه، انت كنت فين ورايح فين، كنت مع مين، ومفيش مساحه هنا من الحريه. من المحتمل ان الزوج يكون في مكان. نعم. ولايجاد حاله من العناد بين الاثنين يكذب. نعم. ويكون مع واحد صاحبه يقول لها على فكره انا كنت بقابل واحد مثلا، يعني. نعم. ده بيثير عندها شعور من الغليان، بيثير عندها شعور من عدم الرغبه ان هي تهدى، يعني. نعم. من المظاهر ايضا اتصال غير مبرر باحد الطرفين، اتصال غير مبرر، انت فين بس، ربما تعرف مكانه بس. ربما هو في اجتماع وقفل تليفونه، او في اجتماع وعمل تليفونه على السايلنت، وطبعا دي مشكله رهيبه جدا. تبدا تشك وتظن بقى اللي هو طبعا. كثره التفتيش والتنقيب على الاغراض الشخصيه لاحد الزوجين. نعم. انا بدور في الموبايل، بدور في الفيسبوك، بدور في الايميل بتاع الزوجه، بدور في الادراج، بدور في البطاقه، وعلى كم بالعدسه زي ما الافلام كان عدسه كده بتيجي من تشوف في أيوة. اي شعر ولا حاجه. فطبعا كل الامور دي اصلا انا بتكلم انها
ان وصلت لدرجه اللا محمود مرفوضه تماما. نعم. لانها ما بتؤدي بينا الا انهاء الحياه الزوجيه بين الزوجين زي ما اتكلمت، وربما يكون ده سبب رئيسي في الانفصال. نعم. بيحصل يعني. نعم. طبعا في حاجه مهمه جدا من مظاهر الشك، ان انا بعمل او الزوجه بتعمل جاسوس عليا. وربما يكون الجاسوس ده من مين؟ من الابناء. يعني انا دلوقتي يا حبيبي انت اخرج وبتهندمني وكده، واخرج يا بابا مع بابا المكان اللي هو رايحه، وانا مش طالبه منك اي حاجه غير ان انت تيجي تقول لي بس هو كان فين وعمل ايه وقابل مين وبيتكلم ازاي وبيتكلم ازاي وقابل ده فين وكده، وخد بقى هات لنفسك شوكولاته جميله كده ولما ترجع هجيب لك هديه جميله. طبعا الزوجه، انا بربط الموضوع على فكره، طبعا الولد بيطلع فتان طبعا طبعا يطلع طبعا فتان، فانت دلوقتي بتخلق عند الولد سلوك خاطئ في التنشئة والتربية، وهو التجسس والتلصص، ان هو تبقى عادة مكتسبة عنده مستقبلا. نعم. هيتجسس على زوجته مستقبلا، وعلى اخته وعلى ابوه وعلى امه وعلى وطنه، شخص غير سوي. نعم. وهتخلق شخص غير سوي. لذلك انا عايز اقول يعني الـ 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 الافة الافة دي يجب ان نتخلص منها بشكل سريع. طبعا لو كلمنا عن، كي لا اطيل، عن الاسباب، ربما يكون في نقص في الثقة بين الزوجين، ده سبب. ربما يكون في عند أحد الزوجين شعور بالنقص، ربما يكون عند أحد الزوجين تغذية راجعة وحياة سلبية أدت به إن هو يشك في كل ما من حوله، حتى الزوج أو الزوجة بتشك في الزوج. طبعا الأسباب الذاتية دي يجب على كل واحد فينا أنه يتخلص منها فورا، لأن الحياة الزوجية حياة أبدية، حياة مستمرة. نعم نعم. طبعا بعد الكلام القيم اللي قاله الأستاذ عطا، هنرجع للشيخ هشام. الله، وأسأل حضرتك يا فضيلة الشيخ. الله، الشك. نعم. أستاذ هشام، أستاذ عطا بيقول أن الزوجة بتشوف زوجها مثلا شياكه شويه ونازل وكده، بيبدا تشك فيه وكده. يعني هل من او في حاجه كده مثلا شرعيه كده تمنع، او نقول لها نخوف بيها الست، اللي هو موضوع الشك عمال على بطال، او للزوج موضوع الشك عمال على بطال، ده قدام يعني ليه اثام ولا ليه سيئات ولا ولا ولا؟ هو طبعا كما عايزين يعني نكره الناس في الشك. هو طبعا الاصل الشرعي معروف في سوره الحجرات، اجتنبوا كثيرا من الظن. نعم. إن بعض الظن إثم. لكن حقيقة يا أستاذ الحبيب، عايز أقول إن المعايير الإسلامية أو الحل الإسلامي لمسألة الشك بدأ قبل الزواج، لكي تصنع بيتا ليس فيه زوج يشك في زوجته أو زوجة تشك في زوجها. الإسلام حل هذه القضية أستاذ الحبيب قبل بناء البيت، بوضع المعايير التي يختار بموجبها الزوج زوجته، أو حين يختار أهل الزوجة الزوج. نعم. وضع ربنا ووضعت السنة المعايير التي تنشئ بيتا. أرجو ألا يكون الكلام صعب، وإذا كان صعب ده كلام جميل. وحاسس كده إن في ناس ابتدت تبص لنا كده عشان حاسة إن هو إيه تركز. بيحصل الكلام ده. أنا بدك عايز أخلي الموضوع أبسط كمان يا شيخ. إيه رأيك زوج بيشك في زوجته، ويعني يبدأ يتعامل معاها إزاي، أو عرف عنها مثلا حاجة ما بقاش شك بقى يقين، يعمل إيه؟ أو هي مثلا مسكته متلبس، تعمل معاه إيه؟ شوف يا أستاذ مصطفى، هو عندنا قاعدة شرعية. نعم. اليقين لا يزال بالشك، قاعدة من قواعد أصول الفقه الإسلامي. نعم. والشك لا يرفع إلا باليقين. نعم. فمسألة الشك ما لم تكن هناك، زي ما حضرتك قلت، حالة من حالات التلبس مثلا. نعم. حضرتك بتقول نعم نعم. فيتعين ألا يكون للشك مقام في أحكامنا. نعم. أصل هي عشان تتيقن وتوصل اللي هي تمسكه متلبس، لازم أكيد هتمر بمجموعة من الشكوك في الأول، ولا ده مش صحيح؟ ممكن. من عشان كده بقول لحضرتك إن الإسلام حل القضية دي قبل بناء البيت،
وانا مش عايز اطول علشان الاخ الحبيب ياخذ حصته كامله في الحديث. لا يا شيخ، عايز اقول لحضرتك ان لما يجي الاسلام يقول للزوجه اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه، عشان انا بس بنتسب الى الناحيه الشرعيه. نعم عشان نعم جميل. لا جميل جدا. اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم. ده المعيار اللي أنا هختار به الزوج اللي أنا مفترض أن ما أشكش فيه. نعم. ونيجي للزوج نقول له فاظفر بذات الدين تربت يداك أو تربت يمينك على اختلاف الأحاديث. نعم. في الحالة دي أعناه على اختيار الزوجة التي ليست محل شك. نعم. فأنا عايز أقول للسادة المشاهدين للأسر عشان تبنوا بيت مفهوش مجال للشك لابد أن نأخذ بالمعايير الشرعية التي وضعت في اختيار الزوجين في الأول. آه. من الأول. فأنا عايز أقول دي ياريت حتى لو وصلت يبقى كده النهاردة خلاص. آه. براءة والناس كده وكده. أنا أقف كده عشان أدى الشيخ حصته الأستاذ عطا. الأستاذ عطا زوج وسيم شوية زي حضرتك. زي حضرتك طبعا كده. فزوجته خايف عليه من نسمة الهوى، يعني خايف عليه مش عايز حد يكلمه. تمام. وهو الراجل طبعا ليه شغله كل يوم وبينزل، وهي بتشوفه طبعا شياكة شوية أو بتبقى طبعا زعلانة. هي طبعا الستات بتفرح لما يكون جوزها مهتم بنفسه
هنا بقى الشك ده وحصل انفصال بيني وبين الزوجة. زوجة في اتجاه وزوج في اتجاه والأطفال في اتجاه. أنا ممكن وأنا ماشي، وده طبعا يعني وارد إن يحصل، ممكن ألاقي تحت أي كوبري ابني نايم تحت كوبري. نعم، بسبب الشك. طبعا بسبب الشك، لأن الشك بيؤدي بينا إلى انفصال، بيؤدي بينا إلى تفكك الكيان. نعم. بيؤدي بينا إلى انهيار منظومة مجتمع كاملة. نعم. نعم. يعني هو الواحد متخيل، يعني الزوج متخيل الموضوع خاص بيا، لا الموضوع مش خاص بيك. نعم. الزوجة متخيلة الموضوع خاص بيا، الشك لا مش خاص بيك، ده انت بتتكلم أسرة. في منظومة وكيان. نعم. مجتمعي كبير. نعم. لأن أصلا أنا وأطفالي وزوجتي جزء من المنظومة الكبيرة اللي هي المجتمع. نعم. فطبعا أي انهيار للكيان الصغير ده اللي هي الأسرة، بتنهار العائلة، بينهار المجتمع، ويفضل بقى الأطفال 4-5 منهم، واحد طفل شوارع، وواحد بيتجه إلى الجريمة والانحراف، واحد بيتجه إلى المخدرات، بلطجة. واحد بيتجه إلى البلطجة، واحد بيتجه إلى النصب، واحد بيتجه إلى كذا، لأن أصلا في انهيار. نعم. طب أنا هطلع الوقت واحد متعلم إزاي، أو واحد دكتور إزاي، أو كلام من ده، فيش انهيار المنظومة. نعم. لذلك أنا ليه بقول الرسالة دي، وربما تكون رسالة قاسية شوية، أنا ما بقولش للزوج أو الزوجة استحمل. نعم. لا، بس بقول له لازم يكون عندك يعني إيه، غيرة محمودة، بلاش كلمة شك دي، غيرة محمودة. محمود. غيرة محمودة. يعني غيرة محمودة ده لفظ، يعني غيرة محمودة. أنا جالي استشارة حضرتك، زوجة بتشك في زوجها، فضلت إيه، هنتكلم بالبلدي شوية. نعم. ترقد له يعني إيه. نعم. يعني إيه، تخزن له لغاية ما مسكته متلبس. أيوة. انت مش انت كنت بتتكلم عن دي في الاول دلوقتي؟ مش يعني مسكته متلبس. نعم. يعني الاستشاره بعد شك طويل، بعد رحله طويله مع بعد الشك. رحله طويله من الشك مسكته. نعم. متلبس. نعم. بعدين التلبس ده ايه بقى، يعني انتقلت الزوجه من مكانها للمكان اللي هو قاعد فيه على الشات. وشاف التلبس. خلاص. يعني شافت حضرتك شيت مكتوب فيه كلام. يعني مش باي حال من الاحوال ان هو كلام يدرك او يقال او بتاعه كلام من ده. نعم. اكيد مش يعني مش يبقى الوقت احنا وصلنا من درجه الشك الى درجه ايه يا شيخنا الكريم؟ اليقين. اليقين لدرجه اليقين. طب هنا بقى نتعامل ازاي؟ ده مهم جدا. يا اخي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تسامح في حقه. انا دايما اقول كده، الرسول تسامح في حقه، خلي ده حق ليك وتسامح فيه، وتسامح بس طبعا هو انت مش هتسامح على طول يعني. نعم. لان الزوجه اصلا يعني لذلك من ضمن الاستشارة، طيب هو يرضى ان انا اكون في نفس الوضع. فانا طبعا كان ردي يعني شوية ان طبعا الاثنين لازم يكون عندهم احترام، تقدير، متبادل طبعاً. لكن الزوج وارد انه يحصل منه كده، معلش. الزوج. نعم. الراجل وارد انه يحصل منه كده، لكن انت كزوجة لا، طبعا مش وارد ان يحصل منك كده. ليه؟ لان انت الحياه، انت الحشمه، انت كذا، انت كذا. لذلك لازم يكون في تحضر غير عادي في الاحترام، في معالجه المواقف. وطبعا موقف زي ده يتعالج ازاي؟ لازم يعني نغض الطرف شويه، لازم نسامح، لازم نعيد العلاقات، لازم نعيد التكيف، لازم نعيد، لازم نذكر. نعم. بالله، لازم نذكر ان انت عندك اطفال، لازم نذكر ان انت عندك بنات، لازم نذكر ان انت عندك اخت، عندك ام، عندك كل الحاجات ده اصلا. وربما تكون دي رساله. نعم. رساله للي وقع في المحظور ده ان هو يعدل من ايه، من سلوكه. انا هرجع للكلام مع حضرتك تاني يا استاذ عطا، وهتنقل بالسؤال للشيخ هشام. فضيله الشيخ، استاذ عطا قال الغيره المحموده. نعم. ايه الغيره المحموده دي؟ حياتك كنت بدأت برضك قلت ممكن الغيرة ماشي، أما الشك لا. الغيرة المحمودة أو الغيرة يعني ممكن الست ممكن تصل بها الغيرة مثلا جوزها لغاية فين، عشان يعني نبقى عارفين، وهو برضك يبقى يغير على زوجته لغاية فين، عشان ما يبقاش الموضوع يبقى يوصل لنقد، يعني يبقى نقد بقى وتعديل على أفعال التاني، وهتبقى بقى هتنتج مشاكل كتيرة. فالغيرة دي تبقى يعني بارك الله فيك. هو أشار إلى الإجابة أستاذنا الغالي. هناك فرق بين غيرة الزوج وغيرة الزوجة. نعم. نعم. الزوج واجب عليه أن يغار، بل هناك حديث يا شيخ مصطفى أو أستاذ مصطفى. نعم. دي حاجة مبشرة. هناك حديث حرم الجنة على من لا غيرة له، حديث صحيح عند الترمذي وغيره.
لا يدخل الجنة ديوث. ايوه. اي نعم. فلا بد ان يكون الزوج على غيره، على زوجته، على عرضه. نعم. اي نعم. وزي ما تفضل استاذنا الحبيب بان الخلل او الخطأ من الزوجة غير وارد وغير محتمل، لأن الله تعالى قال وليس الذكر كالأنثى. نعم. يعني هناك مخرج ممكن أن يخرج منه الرجل. نعم. أنا على علاقة مع سيدة، طيب خلاص هعالجها وحتزوج السيدة الأخرى دي. نعم. هناك مخرج شرعي. نعم. فخطأ الزوج تاني، معلش يا شيخ مهم جدا النقطة. مهمة النقطة دي، وممكن يعني إيه يعني الناس لو فهمتها يبقى فيها إفادة ليهم يعني. كما أقول إن خطأ الزوج قابل للعلاج. نعم. عشان بصيغة أخرى. نعم. لعلها تكون أسهل. أسهل. نعم. وخطأ الزوجة غير قابل للعلاج. قابل للعلاج. نعم. خطأ الزوج، أنا على علاقة ووقع اليقين مع امرأة، خلاص هتجوزها. يحل شرعا، يحل شرعا. عولجت القضية. نعم. وهذا غير وارد في شأن الزوج. الزوجة. صح. نعم. فعايز أقول إن قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى ليس فيه هضما للحق المرأة على نعم الإطلاق. نعم. نعم. على الإطلاق، زي ما أستاذنا تفضل. مفيش مكالمة تليفونية ست، واحدة ست تكلمنا تقول لنا هل إيه رأيها في الكلام اللي إحنا بنقوله دلوقتي، مفيش أي مداخلة. عموما الأرقام موجودة على الشاشة، وإحنا مستعدين لاستقبال كل المكالمات التليفونية من كل أنحاء العالم. اتفضل يا شيخ. زي ما أستاذنا قال إن الزوجة هي بيت الحياء وبيت العفة. نعم. وهي موطن عصمة البيت في أخلاقها. نعم. وهي الوتد الأكبر إن صح التعبير في البيت. فالشريعة أحاطتها بما يبقيها على أشد وأعلى درجات العفة وهكذا. فمن أجل هذا بقول لحضرتك إن غيرة الزوج مطلوبة. نعم. وشرعا مطلوبة، بل ودخوله الجنة موقوف على كونه. نعم. ذا غيره. نعم. وإذا لم يكن كذلك فقد أعزك الله أشبه الخنزير. نعم. أو في الحديث اتذكرت إيه؟ اتقال إيه الحديث؟ اللي أنا قلته لا يدخل الجنة ديوث. اللي هو معنى ديوث بقى. ديوث طبعا الذي يرضى الدنية في أهله. نعم. نعم. الذي يقبل. لا يغار على دينه. لا يغار. ولا يغار على زوجته. ولا نعم. يغار على بناته وأولاده وكذا. نعم. ده هذا هو الديوث كما ورد في الحديث. نعم. وننتقل الى استاذنا الحبيب لانه نعم. المخزون الكبير عندنا. الله يبارك في عمرك يا شيخ. استاذ عطا، زي ما بقول لحضرتك كده، الغيره، حضرتك كنت وقفت عن الغيره المحموده. نعم. فضيله الشيخ قال لنا على غيره الراجل، طب غيره الست عشان برضك الراجل ما يزهقش منها ويقول لها يعني انت زهقتيني يا شيخه، كل شويه بتغيري، كل انا مش عارف اشتغل. ايه الحدود بتاعه الغيره عند الست؟ بص اقول لحضرتك حاجه، يعني الغيره والشك دول بينتجوا من طريقة الإنسان في التفكير. نعم. وخصوصا لو طريقة التفكير سلبية. احنا دلوقتي عايزين نتكلم بقى على روشتة للعلاج. قبل الروشتة معانا اتصال تليفوني أم أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. السلام عليك يا شيخ. اتفضلي يا فندم. مرحبا. أهلا بحضرتك. اتفضلي. حضرتك أنا بس أنا بتكلم دلوقتي بالنسبة للزوج. تمام. لا في غيرة ولا في اهتمام ولا في اي حاجه في اي حاجه يا شفتنا. نعم. فدي مش عيشه اساسا. حضرتك بتتكلم عن الغيره وهي اصلا مش موجوده اصلا عند الزوج نهائي. نعم. طب هسال حضرتك سؤال يا سيدنا بقى يا سيدنا، اللي مفيش اهتمام من الزوج نهائي في اي شيء. طب ايه الغيره المطلوبه اللي حضرتك طالباها منه يا ام احمد؟ حضرتك دلوقتي بالنسبه للغيره المطلوبه حضرتك دلوقتي، يعني مثلا في مواقف مثلا مع صنايعي يعني مع اي رجل عموما. نعم. تمام. فهو طبعا مقبض دماغه من كل شيء. نعم. فدي مش عيشه. نعم. يعني صح. الست بتبقى حابه ان جوزها يغير عليها. صح. طبيعه. طبيعه انثى. نعم. ما بتضايقش بقى كل شويه تقول لها. طبعا كل شيء، مش الشك، انا مش بتكلم عن الشك، على الغيره. نعم. على الغيره نفسها. ايوه تمام. يعني الست تزعل يا حاج ابو احمد ان لو جوزها ما غرش عليها، ما تقولش بقى ده بيتلكك لي وكده، لازم موضوع الغيره ده بتبقى مبسوطه او بيسبب لها نوع من الارضاء. لا لا لا، ما فيش الكلام ده خالص. نعم.
لدرجه انا طلبت منه الطلاق اكتر من مره على اساس مفيش اهتمام بالزوجه نهائي، وبعدين ولا الاولاد ولا البيت ولا اي حاجه. نعم. مش مهتم باي شيء في البيت نهائي. فدي مشكله عندي على فكره، انا طلبت الطلاق كتير ومش لاقي حل، انا اصلا مش لاقي حل بصراحه ربنا. شكرا لاتصالك يا ام احمد. طبعا نتيجة ان كلام الشيخ هشام الغيرة ده في مشاكل او في مشكلة انفصال ممكن تحصل بسبب ان زوجها مش لاقي زوجها بيغير عليها. عندها حق. طب تتصرف ازاي بقى؟ تتصرف بتذكيره بانه رجل وانه نعم. احنا عرضه، وكيف يقبل ان احد ينظر الى عرضه او يتكلم مع زوجته او يداعب زوجته او يمازح زوجته او بناته. تذكره بالغيرة الشرعية، تذكره بوضعه كرجل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. انت مسؤول عني، ازاي تقبل ان زوج اللي انا لمحت من كلام السيدة الفاضلة انها بتشكو ان جوزها مش بيغير عليها. وده شيء محطم جدا. نعم. انت بتغش عليا، يبقى انت سايب بقى. ويبقى انت واقع برضو ما حاجه تجيب الشك. نعم نعم. يبقى انت برضو واقع في مصايب. نعم. بدليل ان الحراره مش موجوده. حراره السنترال طبعا. اضحكك الله. نعم. طبعا يا استاذ عطا، موضوع الحراره مش موجوده، دقيقتين حرارة مش موجودة، لفظ جميل جدا. وبيتهيألي الشيخ فضيلة الشيخ هشام التبعي وهو داعية إسلامي متميز في عرضه للمواقف، الحرارة مش موجودة. يعني الستات بتزعل لما تكون الحرارة مش موجودة. هو حياتك يعني انت عارف، لما هنتكلم عن بعض ومعظم وكل، يعني في قضايا هنعممها. نعم. اللي هي المسلمات، وفي قضايا هنتكلم في بعض ومعظم. يعني السيدة الفاضلة أم أحمد بتتكلم عن موضوع جدا غاية في الأهمية، اللي هو الشخص اللي عنده فتور غير عادي في العلاقة، وخصوصا العلاقات الحنونة. نعم. العلاقات اللي هي، ما هو العلاقات دي ثلاث أنواع من العلاقات أو من الحوار بين الزوجين. حوار لفظي، الكلام اللي بين الزوج والزوجة. نعم. حوار جسدي، اللي هو باللمس، تلمس، تطبطب كده. نعم. الحوار الثالث اللي هو الحوار الجنسي، اللي هي العلاقة الحنونة، اللي هي العلاقة الحميمية. نعم. اللي النهاردة فيه نعم. ناس كتير جدا بتفتقد هذه العلاقة. وطبعا لما نشوف هذا الموضوع من منظور ونتعمق في الأسباب العميقة لهذا الموضوع، واللي هو الفطور ده. نعم. اللي هو فطور الراجل او فطور الست، ما هو برضو. نعم. عشان ما نظلمش، احيانا بيبقى في العلاقة فطور غير عادي من الراجل وفطور غير عادي من الست. لازم هنا تذكير، ويبقى فيه معالجة للأفكار الخاطئة. لازم يكون في علاقة مبنية على الاحترام، مبنية على الود، مبنية على الاحترام المتبادل، الاحترام المتبادل بين. نعم. الزوج والزوجة. وتذكير يعني تذكير. انتبه شوية، يعني تعمل مسيرات، الزوج يعمل مسيرات، يعني الزوجة تعمل مسيرات عشان تقول له أنا موجودة. ما هو الزوج أصلا ليه ما بيش في دماغه عشان واخد بالك؟ لا 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 يا أستاذ عطا، احنا محتاجين حلقات طبعا، حلقتين ثلاثة أربعة تاني عشان نقدر نكمل فيها طبعا. الموضوع الشك الظاهر، موضوع الشك اقترن بالغيرة وكلام كتير اتفتح. لا احنا نحاول نخصص حلقة تاني إن شاء الله بإذن الله نتكلم فيها عن الشك. أنا في النهاية بشكر ضيوفي الكرام الشيخ هشام التبعي الداعية الإسلامي، شكرا لك يا شيخ ونورتنا. الله يبارك فيك، ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك يا شيخ هشام. بشكر الأستاذ عطا رجب، مدرب وخبير التنمية البشرية. أهلا بك، شكرا لك، وإن شاء الله يكون لنا لقاء تانية إن شاء الله. شرف لنا يا فندم. أشكرك، شكرا جزيلا. في النهاية أعزائي المشاهدين، أتمنى تكون فكرتنا وصلت. وموضوع الشك موضوع مهم جدا، إن شاء الله بإذن الله هنتناقش فيه مع ضيوفنا إن شاء الله بإذن الله في حلقات تانية. يا ريت نكون استفدنا من حلقتنا النهاردة ونبعد خالص عن الشك، ممكن يكون في شوية غيرة كده بتحل الموضوع شوية. بشكركم، برنامج صحة ودين، مصطفى الملواني، دمتم في حفظ الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.